مرحبا حلوين، وألف أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. طبعا اليوم الفيديو راح يكون عن العائلة المسكينة الحلقة الرابعة، فيلي ما شاف الحلقة الثالثة راح يكون رابط الحلقة رقم 3 في صندوق الوصف أو description. وطبعا اليوم الحلقة عنوانها خطف جون. وبس خلينا نبلش بالفيديو. يا إلهي، لماذا لم يرن هذا المنبه؟ أعتقد أنه عطل، أصبح عطلا. هيا صغير جون، استيقظ. هيا هيا استيقظ. ماذا يا أمي؟ ماذا هناك؟ لماذا تيقظيني؟ هيا استيقظ. أنا متعب صغيري. هيا اجلس هنا الآن وأنا سوف أحضر لك الطعام. هيا شاهد التلفاز. ماذا؟ ولكن انتهى الطعام. أوه يا إلهي، لم يصبح لدينا أي طعام في المنزل. صغيري، أنت ابقى هنا لوحدك حسنا. لماذا؟ سوف أذهب إلى السوق لأن نفذ الطعام الذي لدينا كله. أوه يا إلهي، سوف أرتجي هذا لأن الجو بارد اليوم. عزيزي هيا استيقظ. هل سوف تبقى مع جون؟ لماذا؟ لأن سوف أذهب لكي أشتري بعض الطعام لأنه لقد نفذ. حسنا إذن، وأنا أيضا سوف أذهب إلى السوق. لماذا؟ لكي أجد بعض المال، أعمل وأجد بعض المال. حسنا إذن جون سوف يبقى لوحده، أليس كذلك؟ أجل جون، ماذا هناك يا أبي؟ أنت ابقى لوحدك هنا، أنا وأمك سوف نذهب. حسنا صغيري، مهما أحد طرق الباب لا تفتح. حسنا لماذا؟ لأنه قد يكون خاطف أو سارق، قد يسرقك ويقتلك، لا أحد يعرف. هيا لا تفتح الباب. أجل إن والدك أو أنا سوف نفتح الباب. حسنا حسنا، هيا نحن ذاهبون الآن. أعدني بأن لا تفتح الباب أبدا، أعدك يا أمي. حسنا هيا نذهب. سوف أختبئ وراء هذه الشجرة. حسنا هذا جيد. عزيزي ماذا هناك؟ أنا أعتقد أن هنالك مكروه سوف يصيب جون. لماذا؟ لا أدري، ولكن هناك شيء يخبرني بأن جون لم جون سوف يصيبه أي مكروه، لا أدري لماذا. ليس هناك شيء كهذا، أنت فقط تشعرين بهذا لأنك قلقة للغاية على جون. هيا فنذهب إلى السوق الآن. حسنا أظن أنك معك حق. هل ذهب هذا الغبي؟ حسنا لقد ذهب، سوف أطرق الباب الآن. من هناك؟ أنا. من هذه السيدة؟ من أنت؟ افتح الباب فحسب، أنا والدتك. لا، أنا والدتي سوف تفتح الباب، أو أبي، أنت لست أمي. يا له من صبي غبي، سوف أقتلك حين أن أمسك بك. سوف أريك. الآن أنا مضطرة أن أذهب من طريق الحديقة. يا إلهي يا إلهي، أنا كنت مضطرة لهذا. ما هذه اللعبة السخيفة؟ ها أنت ذا. ماذا؟ ما تريدين مني؟ من أنت؟ تعال معي، لم أفعل لك شيء. من أنت؟ اتركيني. أمي أمي. تعال إلى هنا أيها الصبي الأحمق. اتركيني أيتها السيدة الشريرة. تعال معي، إذا أتيت معي بصمت لم أفعل لك شيء، أعدك بهذا. هيا تعال. إذن ما تريدين مني؟ لن أفعل لك شيء، أفهمت؟ هيا أصمت الآن. تعال هيا. لماذا أخذتني إلى هنا؟ اجلس هنا فحسب.
هكذا لم تستطيع الخروج أبدا. أنا سوف أريكم. يدي تؤلمني. يا إلهي، يدي تؤلمني، يدي. وبعد بضع دقائق لقد أحضرت بعض الطعام لجون. جون، لقد أتيت. جون، أوه يا إلهي، أين هو جون؟ جون، 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 أين أنت يا جون؟ لا تمزح معي هذا المزاح، أنا لا أحبه. هل أنت تختبئ هنا؟ جون، أنا تختبئ. هل أنت تختبئ؟ أنا لا أحب هذه لعبك السخيفة. جون، جون يا إلهي، أين هو جون؟ سوف أتصل بزوجي. أين هو الهاتف؟ أين هو الهاتف؟ أوكي، طبعا ما في هاتف باللعبة يعني هون بالبيت، فراح أسوي هذا هو الهاتف، أو هذا هو الهاتف. أوكي، لا تضحكوا. مرحبا يا عزيزي. عزيزي، أنا لا أجد جون. جون، جون ليس بالمنزل بأكمله، لقد بحثت في كل مكان لم أجد جون. حسنا، هي تعال بسرعة أرجوك، لا تتأخر. إلى اللقاء. جون يا إله، جون، أين هو جون؟ جون، جون، أنا لا أحتمل شيئا أكثر من هذا. جون، أين هو جون يا عزيزتي؟ لا أدري، لا أدري، لقد فتشت المنزل بأكمله، لم أجد جون. حسنا، هل نتصل بالشرطة؟ أجل أجل، اتصل بها، هيا بسرعة. حسنا، سوف أتصل بالشرطة، هيا ادخل ادخلي. هاتفي. مرحبا أيها الشرطة، أرجوكم تعالوا. أجل، لدينا حالة اختطاف، منزلي، أقصد ابني لقد خطف، تعالوا أرجوكم بسرعة. حسنا، اتصلتم بهم، سوف يأتون بعد 5 دقائق. حسنا، جون، ماذا يحدث معنا كل هذا؟ من الذي يفعل هذا بنا؟ لا أدري، ولكن أيا كان أنا سوف أريه، لا تقلقي يا عزيزتي. أظن أنهم لقد أتوا. حسنا، سوف أفتح الباب. حسنا، مرحبا أيها الشرطة. مرحبا، أنت الذي سرق ابنك أو طفلك؟ أجل، هو أنا هو الذي أتصل بكم، أرجوكم فتشوا في كل مكان. حسنا حسنا، لا تقلق، سوف نفتش في كل المنازل ولن نترك منزلا واحدا. هيا فلنبحث. حسنا، هيا، هل سوف تأتي معنا؟ أجل، سوف أأتي، هيا بنا. وبعد تفتيش كل المنازل وكل مكان ولم يجدوه. حسنا، لقد بحثنا في كل مكان ولم نجده. أجل، ماذا أيضا؟ أنا أعرف أين نفتش أيضا، هيا تعالوا معي بسرعة. هيا. هذا المنزل. حسنا، إذن فلنطرق الباب. أجل، هيا. من الذي يطرق الباب؟ سوف أرى من هنا. الشرطة، هيا أنت أيها الصبي، هيا تعال. ماذا تريدين مني أيضا؟ اصمت. إذا سمعتك أو سمعت صوتك أو صوت واحد تفعله سوف أقتلك، أتفهم؟ هيا ادخل هنا الآن في هذه الخزانة، هيا هيا، لا تصدر أي صوت. هيا، أنا لا أستطيع التنفس. يا إلهي، حسنا، لا تقلقي يا إليزيا، لا تقلقي يا إليزيا. حسنا، هيا سوف أفتح الباب. مرحبا، مرحبا بك، هل يمكنك تفتيش منزلك؟ لماذا؟ ماذا أنت؟ ماذا هناك يا سيدي؟ أنا لا أعرفك. حسنا، هيا فلنبحث في كل منطقة. حسنا، هل تسمحين لنا بالدخول هناك؟ أجل أجل، بالطبع بالطبع، هيا ادخلوا ابحثوا. حسنا، فلنبحث هنا.
حسنا أنا لا أجد شيئا هنا، وهنا أيضا أنا لا أجد أي شيء، وهنا يا إلهي سوف أصعد في الطابق الأعلى. لا 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 تصعد أرجوك، لا تصعد لا تصعد. ماذا هناك؟ إنها 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 لا شيء، ولكن لا تصعد. إنها أشياء تخصني. حسنا يجب أن أصعد. لا لا يجب لا يجب أن تصعد. هذا ممنوع، لن تصعد إلى الفوق. لا لا لن تصعد. جعليني أصعد. هاي ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ أريد أن أصعد في الطبقة الأعلى لكي أجد، لكي أبحث وأجد ابني. هاي إلهي. حسنا هيا سوف نبحث في مكان آخر. هيا تعال، هيا نحن سوف نبحث، سوف نبحث. أنت ابقى هنا. أنا أشك بهذه المرأة، لا أدري لماذا، ولكن أشك بها. أعتقد أنها هي الذي سرقت ابني. لا أدري لماذا، سوف أبحث في كل منزل، في كل مكان في هذا المنزل. حسنا لقد بحثنا كل مكان هنا. أيه فلنبحث في الطابق الأعلى. يبدو أنها فارغة. سوف أفتح هذه الخزانة. أنا خائفة، ماذا يفعل؟ سوف أرى. أنا أقول لك أن لا تفتش في أغراضي الذي هنا. ماذا هناك؟ لماذا لا تريدينني أن أراها هذه الخزانة؟ لا 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 هذا ممنوع، لا 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 تراها لا تراها. هيا اذهبوا الآن، اذهبوا كلكم، هيا اذهبوا، اذهب، هيا 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 اذهب. لا إن هذا ممنوع، لن تراها.